ايش شغل تمام؟ تمام الشغل يا باشمهندس. في حاجة نقصاكم؟ كلها يا باشمهندس. تفضل اسلام. عايز اكل طلب منك. تفضل. انا شغال مستمتع والله وتعبت وعايز اريح يعني نص الدنيا. طب انا هسأل ابو جراح عشان كلامه ابو جراح صادق. على حاجه ده اتفضل. اسلام شغال احسن مني وانا كنت تعبان وريحت شويه والصراحه اسلام هو اللي رص الطب ده كله وانا لما شفتك عملت نفسي شغال بس انا ما كتبتش عليكم صراحه. انا والله تعبان. اسلام الصبح تعبان يا باشمهندس ولو انت عايز تخصم لنا النص اليوم عادي اخصم. انا مش عارف ما تخصموش عشان والله بجيب العلاج كله. بص انا مش هخصم لكم كله بس اشتغلوا كويس عشان بصوا مدير الاعمال بتاع الشغل جاي يشوف الشغل بتاعكم. ماشي يا باشمهندس. وانا بشكر فيكم جدا والله. طالب منك طلب صغير. اتفضل. انا كانت في منحه جايه من اسبوع واسلام كان اجازه. لا بعض المنحه دي اديها لاسلام عشان خاطر هو شان في الشغل ويعني خلينا نشتغل. الله حبيبي يا صاحبي. الله يسلمك يا صاحبي.